جديد مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج السلطة الرابعة الذي نجوب فيه أبرز الصحف العربية والعالمية، فأهلا بكم. مصر تحذر تركيا من المساس بحقوقها الاقتصادية في شرق المتوسط، حيث حذرت مصر من أي محاولة للمساس أو الاقتصاص من حقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق البحر المتوسط، معتبرة أنها محاولات مرفوضة وسيتم التصدي لها، وذلك ردا على تصريحات وزير خارجية تركيا مولود جيلوش أوغلو بشأن عدم اعتراف بلاده بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 برسم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك بعدما أظهرت عمليات المسح الميداني لهذه المناطق مؤشرات قوية على وجود كميات كبيرة من الغاز. وفي خبرنا الثاني من صحيفة البيان الإماراتية، 15,000 وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص لعام 2018. فقد كشف ناصر بن الثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين عن استهداف الوزارة توفير 15,000 وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص ضمن مبادرة التوطين النوعي في نهاية عام 2018. وهذا وقال المهالي في إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة أمس بأبوظبي لاستعراض استراتيجية التوطين في مؤسسات القطاع الخاص حتى عام 2021. وإلى موقع فرنسا 24 التي عنونت عن خبرها: فرنسا تقرر رفع موازنتها الدفاعية لنحو 300 مليار يورو بحلول عام 2015. فتلتزم فرنسا تخصيص 300 مليار يورو لموازنتها الدفاعية الأعوام السبعة المقبلة في زيادة تهدف لرفع النفقات العسكرية للبلاد لتبلغ 2% من إجمالي النتائج المحلية أو الناتج المحلي في الأعوام القادمة بحسب مشروع قانون سيدرسه مجلس الوزراء. أما الآن مشاهدينا الكرام، نترككم مع هذه الصور الكاريكاتيرية التي اخترناها لكم من أبرز الصحف العربية والعالمية، فإلى اللقاء.